كابتن وليد، لو قلت لحضرتك ايه القرار اللي حسيت ان انت اخدته صح في مسيرتك في الكوره؟ يعني قلت لا ده القرار اللي انا تمام انا مبسوط منه. القرار اللي انا مبسوط منه لا ما هو حاجة نتبسط في رمضان وشهر كريم فهنتكلم في الحاجات الجميله. ايوه ده حاجه حلوه. لا يعني خاص برمضان ولا ككوره؟ لا ككوره كمسيره. والله اختار نادي الزمالك طبعا لان انا كان جاي لي الاثنين الاهلي والزمالك. كنت سعيد جدا ان انا انضميت لنادي الزمالك. ده من القرارات ان انا مع انها اتاخرت، يعني هو كان سنه وبعد كده الدنيا وقفت وبعد كده السنه اللي بعدها. فمن الاختيارات اللي انا بحبها يعني. حاجه تانية كانت مضايقاني بقى ان انا في 2008 لما قررت ان انا اسيب النادي عشان كان في امور ما ينفعش كانت تحصل مع واحد يعني الحمد لله عمل تاريخ مع نادي الزمالك. امور صعبه كده فقررت ان انا ابعد يعني عشان ما اتعبش. لا بكون انت موجود معانا ودايما